المواقف العاطفية، أنت تعرف هذا الأب، الأب يعني يسلم بنت اللي رباها عنده من سنين 30 20 سنة، يسلمها لشخص. فعندي أنا هني أبا أقول له قول زوجتك من كثر البكاء وما يقدر يتكلم، حتى العبرة خانقتنا مثل ما نقول إحنا. أغرب عقد طبعاً كان عندي في البيت هني، كتبت البيانات اسم الزوج واسم الزوجة والشهود والمهر والشروط. الزوج قال لي يا شيخ بس السيارة بيب شيء بي. قلت تفضل. أتريا 5 دقائق ما يتزوج، ربع ساعة، نص ساعة. لما طلعنا برا الزوج هرب. عبد الله موسى محمد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أخصائي رئيسي في الوعظ والإرشاد، وأيضا خبير في التحكيم الأسري في محاكم دبي، ومأذون شرعي في محاكم دبي. هذه المهنة عرفتني على الناس، هذه المهنة جعلتني قريبة جدا للناس، وعرفتني على عادات وتقاليد. هو طبعا دائما كل مأذون لأسلوب معين في عقد الزواج، طبعا هي الصيغة الشرعية انتمها، بعد ذلك المأذون يعطي جو من المرح. لأن هذه العبارات أضيفها، أقولها عاشرها بالمعروف وأعطيها المصروف، والزوج يردد وراي طبعا أحسن إليها بالمعروف، أحسن إليها بالمعروف، وأعاشرها بالمعروف، وأعاشرها بالمعروف، وأعطيها المصروف، وأعطيها المصروف. أيضا بعض الأبيات الشعرية أقول قولها يا حبيبة عمري ونور الحياة كزهر تفتح ضد الروى. حبيبة عمري ونور الحياة كزهر تفتح ضد الروى. أو إذا كان بالعامية، تحبني أحبك نعم، حبك عليه وجوب ولزام، حبك سكن فؤادي عمريتك حبيبي سيدي الأعمام. أنا هذه أطفيها في بعض عقود الزواج حتى يكون الجو فيه مرح، يعني ما يكون جامد شوية. الاحترام والرحمة والتقدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنا أقسم لكم والله أني زوجت رجل يقول لي أنا خايف من الكلمة اللي أنت قلتها إلى الآن، يقول أن هذه أمانة وأن هذه حقوق وواجبات، يقول أنا حريص الآن أني أنا خايف أني أقصر. ففي بعض الناس ينفع فيهم، تنفع فيهم المواعظ. أما المواقف الثانية القاسية، الزوج اشترطت شرط، الزوج كان يرد عليها، تخيل، قالها الحرمة ما لها كلمة، ما تتكلم الحرمة أمام الرجال، أنت جاي تتزوج الآن. وقلت في نفسي وقلت لهم، قلت الله يعينكم، قلت الله يعينكم على هذه النفسية. شوف أغرب العادات عند أخواننا اليمنيين، بعد ما عقدت لهم عندهم شيء مثل مكسرات بيذام، عاد يصبون على رأس العريس وأيضا على المأذون. يعني أنا طلعت من المجلس وأنا ثيابي كلها اللي هذا اللي منثرين عليه اللي هو البيذام. وفي من المهور اللي يعني أيضا وحدة طلبت 1,000,000، طبعا إحنا نقدر نفتح المهور إذا كانوا غير مواطنين. أنا يوم شفت الزوج عرفه حافي منتف ما عنده شيء، هو مستحي يقول لي اكتب يا شيخ. قلت له أنا ما بكتب، قلت له أنا بروح أصلي وبي أباكم تتفقون. المهم لما جيت من 1,000,000 خليته 20,000 و30,000. الغني والفقير يتزوجون في زمن كورونا تقريبا نفس الإمكانيات، فما بيكون في معايير بينهم، لكن في معايير كان قبل زمن كورونا اللي تزوجت بدرهم والله بالفعل يقول انت لو فيك خير كما زوجتش بدرهم. لذلك انا اقول يعني حتى ذكر العلماء، ذكر اظني ابن كثير قال: اتوا النساء صدقاتهن نحله، قال ليس المهر القليل، المهر له قيمه. يعني الان الحمد لله احنا 20,000 عندنا، وتستحق هذه المراه 20,000 30,000. ف
فترة كورونا زاد الزواج، خلاص الناس تعرفت على اليسر، أصبحت التكاليف أقل، وزادوا الشباب للزواج وتحمسوا للزواج أكثر لأن التكاليف أقل. الأمر الثاني الإيجابي إنه صار زواج أونلاين، يعني أنا جالس في البيت والعروس في غرفتها في بيتها والعريس في بيته وكل واحد في مكان، لكن مجتمعين عن طريق رابط الزوم. يعني أذكر بعض الآباء من أولياء الأمور ما مقتنع بهذه الفكرة، يقول كيف الزواج؟ الزواج لازم تمسك إيديه والأبو يمسك إيديه الزوج. هم يعتقدون أن الزواج ما يتم إلا بمسك اليد، وهذه العادة وين يتنا عن بعض أخواننا العرب مسكت اليد. نصيحتي للبنت اتأكدي عطي نفسك مهلة لمدة شهر بحيث الجواسيس والاستخبارات كلهم يتأكدون عن هذا الرجل في كل مكان، بعد ذلك توافق هذه المرأة. بارك الله لكما بارك عليكما وجمع الله بينكما في خير. مبروك يا محمد، بالبركة.